قولي يا حاج، شفت ايه وانت جاي في الطريق؟ انا سواق ميكروباص. تمام يا حاج. كويس، انا شغال من بالليل، انا راكب معايا شباب زي الورد. واخبار ايه يا رجاله؟ رايحين فين؟ قالوا رايحين العباسيه. نركب ايه يا باشمهندس؟ شكلهم فلاحين، احنا عساكر. واخد بالك؟ ركبتهم من هنا يا حاج. ركبتهم بالهرم، 7 8 مع بعض. كويس، قالوا رايحين عشان يحضر المليونيه، عشان احنا في اجازه ونزلونا العباسيه. واخدين امر يعني؟ ومصار. واخدين امر. اوامر. امال ايه يا فندم؟ انا سواق ميكروباص وما بخافش. تمام يا حاج. واخد بالك؟ تمام يا حاج. سيدي الفاضل، تسلم. يابا رقمي مع حضرتك. تمام. ايوه، رايحين يوقفوا العباسيه هناك. تكليف منهم عساكر. لا، بينزلوا عساكر بالامر. بيجمع يعني الشعب المصري هو اللي واقف. واخد بالك؟ احنا الشعب المصري قاعد الوقت وبعد بهدلك وبعد اللي احنا ضربناه.